إخواني أخواتي متتبعي قناة راعي الغنم الأطلس المتوسط، تبارك الله عليكم، تحياتي لكم. بتاريخ 29/12/2022 تبارك الله، اللهم يسر. خليكم إخواني مع أثمنة ديال الخروف والغريب الأمران إخوان، وهذا الصباح هذا كما تشوفوا معنا خروف قليلة الإخوان، خروف قليل. هنا مجموعين على الخروف، هنا كذلك مجموعين على الخروف. الناس باقي ما زالت هذا دخلوا تالي دابا واحد شوية تلقاها مجموعين عليها. نشوف هاد الخروف اللي مجموعين عليهم هنا. شحال هنا؟ 22. اثنين وعشرين ولكن تيقول 27 اللي بيه. لا لا والناري ناش مشتري دايما. هذه صباح الله هي اللي كان جمعني على قطعة الجوجة. صباح الله ما شاء الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تبارك الله. الجقة مازال مجموعة. خروف قليل الإخوان، مازوزي. المهم ماشي نقولوا قليل، ديك قليلة زعما راه ما كاينش، البركة كاينة ولكن الثمن مرتفع والناس تقلب على سلعة شوية ديال الكساب اللي لا يحس لها، أنت البيع والشراء تيقلبوا على فين ياكلوا طريف ديال الخبز، الله يدير الخير. تبارك الله ما شاء الله. كاينين واحد جوج ديال القطعات صراحه الاخوان راه تباعوا على الصباح، وحده اللي تباعت وحده راه مازال غتكون دابا تباعت. غادي نصورها معكم، قطعه بلديه المليح، بلديه لا راس في الاصل. تبارك الله. حضرة تباعت ب 23500 ذهبية وشري صغيرة صغيرة بزاف، والأخرى عاطين فيها 27500 ومازال ما باعش. غادي نشوفوها معكم. تبارك الله. أنا 100% هادي راه تباعت، راه غادي يكون الشركة كتار تبقى فيها المشاورات. غادي نمشي نشوف شنو كاين ونرد عليكم الخبر. تبارك الله. الناس اللي تيتفرجوا فينا الإخوان ما ينساوش يتفاعلوا معنا في القناة، خليو لنا البصمة. تحياتي للجميع. برد اليوم حنا الإخوان الصراحة، الموت ديال البرد اليوم كاينة تقريبا شي ناقص جوج ولا ناقص درجة كاينة الصباح. مازال هنايا، مازال القضية. حتى الأخرى مازال مجموعين عليها الناس. القطعة الأولى اللي شفناها داخلها هي مازال دابا عاد تيجمعوا عليها الناس، الله يدير الخير. نرى 30 ومازال في المشاورات، 1500 درهم عطاها، اللهم يسر. حتى عطاو 2000 درهم عطاو فهم، قرطيت 2000 درهم، ندي هذا اللي عنده شي مناسبة ولا غادي. الإخوان مازال نوافيكم إن شاء الله، تسخن شوية الشميشة ونكمل الصورة إن شاء الله. 27350 درهم. كاين الثمن أخو مراد؟ ياك 1350. الأخرى هنا راه مازال القطعة الأولى، الله يدير الخير. هذه هي اللي كانت داخله قبيله الاخوان، وصلت 1250 درهم، مولاه تيقول 1700 درهم. صافي 1250 تيقول 1700 درهم للبيع.
الله يدير الخير. شحال الرئيس عطاوك هنا؟ 25. 25 شحال قلتي له؟ 32. 32 1600 اللي قالها. مرحبا. تستاهل، علاش ما تستاهلش؟ هكاك صورني معاه. 25 1250 درهم. المهم دابا قال 1600 درهم البيع، يجيب الله تيسير. او الثمن ديال السوق الاخوان راه يعني ضروري الانسان فاش يدخل السوق، السوق ديال الاطلس عندنا تي تبدا درجه درجه وتيكون شويه ديال الاحترام، واحد ما تيزيد على الواحد الاخر كلشي على الله. دابا راه كنت تيشريهم واحد حتى مشى عاد جا الاخر عاوتاني راه تيشري فيهم هذا كلشي على الله. ها يا مسخوط، السلام عليكم بخير. الله يحفظك. لا يخطيك. هذا الباب الثاني الاخوان ديال السوق تبارك الله. الناس راه مازال عاد تدخل كما تشوف الناس عاد جايه. هنا عاوتاني جوقه اخرى تبارك الله عاوتاني. الله ميرسي. هنا عاوتاني الناس الاخرى اللي سلعه رطبه وبيضاء تبارك الله. أربعة وعشرين ألف ومئتين درهم يعطى. ألف ومئتين يعطى. ولكن مازال بعيد، مازال بعيد في الثمن بيناتهم بزاف. الله يدير الخير. غادي يخرج فرات سمعت خرجت تبارك الله. انت سي جواد الله يسخر لي. اللهم تبارك الله ما شاء الله. السق هو هذا تبارك الله. نشوفوا هذه الصباح حتى هي كانت مجموعه عليها الجوقه. سمعت كانت وصلت 22 الرئيس. شحال باش فات هذه؟ 22. شحال؟ 22 22 1100 درهم باش فات. شحال باش فات هذه؟ 2. تبارك الله. 1100 درهم باش فات. اللهم الاخوان الصباح صراحة البيع كاين على الصباح. هذه راه تبعت. شحال باش فات هذه الرئيس؟ 22 تبعت ولا مازال؟ تتعاود. تتعاود. 1110 درهم. 1110 درهم مازال تتعاود. الرئيس خويا بارك الله عليك. الله يخطيك. الرئيس خطر. شحال باش بقات هذه؟ عطاو 23. 23. عطاو 20000. 1150 درهم تبارك الله. 1150 درهم. شحال قلتي لهم البيع؟ كم خمسة؟ 25. 1250 يجيب الله تيسير. الله يحفظك. الصباح كاين الثمن الصخر. كاين الثمن تبارك الله. تبارك الله. الشاري كاين. الشاري العجل اللي مازال شوية. العجل اللي راسية شوية. كتباع. إيوا الحمد لله عليك. الله يجيب تيسير. الله يحفظك. الله يسهل الأمور. السلام عليكم. الرئيس تبارك الله عليك. فاش بقاو هذا؟ 27200 1340 درهم تبارك الله. ديال تيم حضيت 1340 درهم تبارك الله. اللهم ما يسخر. شحال باش تبيع هذا خلينا؟ 17 هاد 5 هادو 850 درهم. 850 والاخرين ما عرفتي شحال هادو؟ ما عرفتيش. نجيب لك 850 درهم هاد 5 ان شاء الله. شحال هاد زوجة تاع الرئيس؟
15 هذه هنا ديالتي وحديتي الله يسهل الامور الله يجيك شحال زوجة الرأس؟ 25 1250 درهم نكون راس برك 1250 خروف بياض نشوفو السلام عليكم لاباس هانية كلشي بخير الله يرحم الوالدين الله يسخر كي دايرة الأمور؟ الحمد لله شحال الفرش عطاوها؟ 31 1550 درهم 31 تبارك الله أيت عيسى الله يسهل الأمور 31 تبارك الله خروف المليح تبارك الله 1550 المليح اللهم بارك الله 38 و 200 الف و 910 درهم ما بقاش كاين الغلا كاين الغلا كاين الغلا كاين يا ليلي يا الله 38 و 200 اي اخويا شحال قلت لهم البيع؟ كنقول لهم 40 2000 درهم يجيب الله التيسير الله يسخر ديالتي محضيت ديالتي محضيت الله يسخر الله يجيب التيسير الله يسهل الامور 38 و 200 1910 درهم تبارك الله شنو انت واحد يعني كنا تنشريوها الصباح تبعت كانت هنايا نشوفوا هذه هنايا فاش بقات واش بقات هذه خلينا السلام عليكم 34 تبارك الله 1700 الثمن كاين ايوا الحمد لله عليها 1700 شحال قلتوا لها البيع 35 1750 باش قرا الله يسهل الامور الله يجيب التيسير هذه الاخوان هنا راه شفناها في الاول ديال الفيديو فاش كانت داخله نشوفوا واش مكاين شحال الرئيس هنا 28 تبارك الله 28 1400 درهم 1400 تبارك الله ما شاء الله هم الاخوان وصلنا لنهايه الفيديو نتمنى يعجبكم بالنسبه للناس اللي تتفرجوا فينا اول مره ما تنساوش تفعلوا معنا في القناه خليو لنا بصمه تحياتي للجميع الناس اللي وصلوا معنا لهاد الدقيقه التاليه الاخوان تحياتي لهم تبارك الله على الجميع